هاي هواري يا حبايب الحلوين، شلونكم؟ وصباح الخير على الجميع. اليوم خميس وعندي عطلة، واليوم راح اسوي لكم اكلة بيض بالدبس. مشتهي بيض بالدبس، وهاي راح اوريكم اياه. بيض بالدبس، تعاي ركزي على البيض بالدبس. هاي البيض صار بي. لك هاي صار صواريخ. هذا شباقيات شنو؟ يابا اخي جب عيني يبا. اوكي، هذا البيض هسه الدبله نحط له شويه ملح. قلب القوري، حط له شويه ملح. هسه ملح، وهسه راح اخلي لكم باع القوري. باعوا هذا الشاي، وهسه الريوق ورا الشاي. وباعوا هسه راح اخلي الدبس. باعوا دبس، هاي شوفوا حبايبي، هاي الأكلة اليوم. الريوق مالي بيض ودبس. واللي ماكل هاي الأكلة ويعرف هاي الأكلة يكتب لي بالكامنتات وتعجبكم لو لا. هذا اليوم الريوق مالي، يا عيني عليكم. باي شلون اركزي عليه؟ الله. هاي الاكله مالتي، خليت له شويه ملح، مو هوايه، شويه ملح مو هوايه. اوكي حبايبي، خبطتني طبعا دهنه هنا بعيني. هسه راح تصير حمراء. فاشوفكم اشوفكم بعدين بفيديو جديد واكله جديده. اوكي حبايبي، اقطع.